الإنجاب. هذا السؤال طرح لي المئات الخطرات. الرجال خذوا حفنة ديال الحمص لحوها في غراف، زيدوا عليها الماء، خذوا 4 معالق سكينجبير، 4 معالق ديال القرفة، 4 معالق زريعة الكرافس، غطيوها بشرويطة ولا بكاغيط بالليل، في الصباح شربوا الماء وكلوا داك الحمص خضر. ال10 أيام الأولانية وجهكم غيدور يبيض، الدم يطردك في الوجه، غتاخدوها نما ميسكولار، غتفصلوا تفورما وبالميسكل. وهذه وصفة من الوصفات الخطيرة ديال الأسرار المكنونة ديال الحكماء السلاطين. هذه جواب على الرجال اللي شحال من واحد تيعاتبني تيقول لك تتهلا في العيالات وما تتهلاش فينا. هذه راه سيتان افروديزياك سيكسويل واعر مجرب خطير. دونك الضعف الجنسي، انا تنعاود نقولها لكم، راه كل خطرة تنعطيكم اون انفورماسيون. الضعف الجنسي من احسن الحوايج اطلاقا الحمص والماء والسكينجبير والقرفة وزريعة الكرافس. ايوا عرسوا كي بغيتوا. شكرا لك.